أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة ب 69 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1983 وتسجيل 313 وفاة من بينها 20 في الساعات الماضية. وسجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الحالات حالة الشفاء بعشر حالات، ليصبح عدد المتعافين 601، فيما يخضع 2679 مصاب بكورونا لبروتوكول العلاج كلوروكين. أما في الجزائر تم تسجيل اليوم 69 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي 1983 حالة مؤكدة، وسجلنا أيضا إلى حد اليوم 313 حالة وفاة، منها 20 حالة وفاة جديدة. تجدر الإشارة إلى ما يلي: أولا فيما يخص الحالات المؤكدة مخبريا وعددها 1983، هي موزعة عبر 47 ولاية، علما أن الحالات المسجلة في ولاية البليدة وأيضا في ولاية الجزائر تمثل 46% من المجموع الوطني، علما أن 28 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم، و13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى ثلاث حالات. حسب الفئة العمرية، تمثل فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق 42% من المجموع الوطني. ثانيا فيما يخص حالات الوفاة، الحالات الإجمالية عددها 313 موزعة عبر 37 ولاية، علما أن الحالات المسجلة في ولاية البليدة والجزائر العاصمة تمثل 52% من المجموع الوطني. فيما يخص الوفيات الجديدة، عددها 20 موزعة عبر 10 ولايات، 4 بولاية الجزائر، 4 في البليدة وسيدي بلعباس، حالتان بقسنطينة وحالة واحدة بكل من مستغانم، برج بوعرريج، أم البواقي، غردايا، معسكر والبويرة. حسب الفئة العمرية، تمثل فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فيما فوق 74% من المجموع الوطني. ثالثا فيما يخص الحالات تحت العلاج، عددها 2679 من حالات مؤكدة حسب التحاليل المخبرية PCR، والحالات المحتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانر. رابعا فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، عددها 601، فهي تزداد يوما بعد يوم. الحالات التابعة لولاية البليدة والجزائر العاصمة تمثل 59% من المجموع الوطني. فيما يخص الاستشفاء، تم الاستشفاء إلى حد اليوم 2999 مريضا مشتبه به ومؤكدين، ما يعادل 40% من الأسرة المتاحة. تم أيضا استشفاء 203 مريضا في العناية المركزة بنسبة ما يعادل 16.6% من الأسرة المتوفرة في العناية المركزية. أخيرا نطمئن مرة أخرى الجميع أن التدابير الوقائية والعلاجية الضرورية اتخذت لحد من تفاشي وباء كوفيد 19، وإننا نذكر أيضا أن احترام الدائم لشروط النظافة العامة والحجر الصحي من طرف الجميع وفي كل الولايات يبقى سدا مانعا لمواجهة الوباء. وشكرا.